لمدة 4 أيام ينتظم بمدينة الكاف مهرجان سينما فينيريا للهواة تحت شعار الفيلم القصير في خدمة التشغيل وريادة الأعمال. وتتضمن هذه التظاهرة مسابقة دولية تؤثرها عروض من تونس ومن عدة دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى مسابقة وطنية يشارك فيها سينمائيون من عدة جهات. التظاهرة هذه هي تعاملت مخصصة للهواة اللي ما عندهمش سند ودعم. الغاية منها هي أن نعرض الأفلام متاع الهواة اللي ما عندهمش يعني معاهم شركة إنتاج ولا جمعيات تدعمهم، الناس المغرومين بالسينما اللي يصوروا بتليفوناتهم ولا حتى بكاميرا بسيطة. تصوير منك هو فيلم من إنتاجي ضمن جمعية الفنانين اللي أنا مؤسسها، دونك الفيلم هذايا يتناول قضية شكلا متناولة، كونه مش نحكيو على العنف المسلط ضد المرأة، لكن نحن في الفلسفة اللي مشينا فيها في الفيلم ما حبيناش نحكوا على العنف المسلط ضد المرأة فقط، لكن حبينا نشوفوا الأثر اللي خلفه العنف هذا على الطفل الناشئ. الفيلم هذا هو من أول أفلامي وفرحان به أكيد. المشاركة متاعي هي أولا الأولى في تونس، شارك في مهرجانات في العالم، في إيطاليا، في مصر، في العراق وفي المغرب. فيلم وثائقي تجريبي باش نحكي كيفاش يتعامل الانسان مع الارض، وفي رؤيته التجريبيه هي ماذا نقدم للارض مقابل ماذا تقدم لنا. وبالاضافه الى العروض السينمائيه سيكون هواة السينما والتصوير على موعد مع ورشه تكوينيه في التصوير والاخراج والتركيب، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في هذه المجالات. دوره تكوينيه باش نقوموا فيها بتعليم جيل يعني من الشباب كيفاش يصور، كيفاش يكتب سيناريو، كيفاش يمنتج، ومن بعد يطلعوا يعملوا فيلم قصير واحسن فيلم ياخذ جائزه. ويهدف هذا المهرجان الى اكتشاف المواهب الشابه وتمكينها من فرص لتقديم اعمالها وابداعاتها، بما يساهم في خلق جيل جديد من السينمائيين.